قيروان. صباح الحياة يا قيروان. الناس اللي يسمعوا فينا تو قصدين ربي اللي خدمهم ولا قصدين ربي ماشيين بشي بحر ويتسألوا زعما شنيا أحوال الطقس بالنسبة لليوم؟ إذا كانش نقول لكم التفاصيل توت سويت في الميتيو. ميتيو 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 أحوال الطقس على الحياة الفهم. سحب قليلة بأغلب المناطق تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة معتدل من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالمرتفعات وبالجنوب. خلينا نعطيكم قراءة في درجة الحرارة في مختلف مناطق الجمهورية. ولاية تونس 34 درجة، أريانا 34 درجة، منوبة 35 درجة، بنعروس 34 درجة، نابل 34 درجة، بنزرت 32 درجة، زغوان 37 درجة، سوسة 34 درجة، المنستير 34 درجة، المهدية 33 درجة، صفاقس 34 درجة، بيجة 35 درجة، جندوبة 37 درجة، الكيف درجة الحرارة القصوى فيها 35 درجة، القيروان 39 درجة هي درجة الحرارة القصوى، سليانة 37 درجة، سيدي بوزيد 37 درجة، القصرين 33 درجة، جابس 33 درجة، مدنين درجة الحرارة القصوى فيها 40 درجة، قفصة 41 درجة، توزر 45 درجة، تطاوين 40 درجة، وقبلي 42 درجة. هذه قراءة كاملة في درجة الحرارة في مختلف مناطق الجمهورية. ونعود نذكر أن درجة الحرارة القصوى على مستوى ولاية القيروان بمختلف معتمدياتها باش توصل حتى لل 39 درجة. هذه قراءة في أحوال الطقس في الميتيو. Meteo.